إلى ذلك، أكد وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العمودي نجاح تنفيذ خطة نقل ضيوف الرحمن في النفرة من عرفات إلى مزدلفة عبر حافلات النقل العام ومسارات النقل الترددي. وبين العمودي أن عملية النقل أنجزت في مواعيدها المجدولة بكل نجاح، مضيفا أن هذه الجهود تمت بتوفيق من الله أولا، ثم بتضافر وتعاون الفريق الميداني لوزارة النقل وهيئة النقل العام مع مختلف الجهات العاملة في الحج.